السلام عليكم. وقفة مع أفكار ابن رشد. قد تنبأ المفكر والفيلسوف العربي المعروف ابن رشد بزوال مكانة العرب علميا، لما رأى تلميذه يبكي حينما كان العرب يحرقون كتب معلمه. فالتفت له المعلم ابن رشد وقال: إذا كنت تبكي حال المسلمين فاعلم أن بحار العالم لن تكفيك دموعا، أما إذا كنت تبكي الكتب المحروقة فاعلم أن للأفكار أجنحة وهي تطير لأصحابها. وقد حدث فعلا ما قال، سقطت الأندلس يوم أحرقت كتب ابن رشد، وبدأت نهضة أوروبا يوم وصلتهم أفكار ابن رشد. وهذه أبرز أقوال الفيلسوف العربي ابن رشد. يقول: الله لا يمكن أن يعطينا عقولا ويعطينا شرائع مخالفة لهذه العقول. إن الحكمة هي النظر في الأشياء بحسب ما تقتضيه طبيعة البرهان. الحسن ما حسنه العقل، والقبيح ما قبحه العقل. لو سكت من لا يعرف لقل الخلاف. إن ثروة الأمم بكثرة السكان المحبين للعمل والمجيدين له والمبدعين فيه. وأخيرا، إن قيمة العقل في فكر ابن رشد مركزية وأساسية، والعقل عند ابن رشد هو العقل البرهاني الصارم، وليس العقل الجدلي أو الخطابي الذي تلبس بموروث وأصبح بحد ذاته عائقا للعمل النهضوي والتنويري. ودمتم بعافية.